مرحبا، بهيدا الفيديو رح نحكي عن تطوير المفاهيم المكانية، بالأخص تحديد المكانة. هيدا المهارة بتساعد الولد يعرف يميز بين الاتجاهات ويتبعها. مثلاً إذا عطيناه خريطة وطلبنا منه يلحق المسار ليوصل لمكان معين، وكمان بيستعملها كبر لما نطلب منه هندسة الأشكال بالاتجاهات. بتبين بالأنشطة لما يقدر يحدد موقعه بالنسبة للأشياء المحيطة فيه والناس اللي حواليه. خلينا نشوف سوا بعض الأنشطة بتساعدنا نطور هالمهارة. لهالنشاط رح نحط على الأرض كذا دائرة بطريقة منظمة، وهن ذاتهم رح ينرسموا على ورقة وتنعطى للولد. رح نعطيه هيدا الورقة هو مرسوم عليها مسار بده يتبعه. رح نحدد هيدا المسار بخطوط أفقية وعمودية. وبعدين إذا بدنا نصعب فينا نستعمل الخط المائل. وأكيد إذا كان المسار بيتطلب إنه يمشي لقدام فينا من بعدها نصعبها ونطلب منه كمان يمشي لورا. لتاني نشاط نحن بحاجة لجدولين، الأول فاضي والتاني مرسوم بقلبه كذا نقطة ملونين. رح نعطي للولد كذا أغراض موجودين عنا بالبيت، مثلاً طابات ملونة، سدة قنينة أو حتى زرار. بدنا نطلب منه يحط الألوان مثل ما موجودين بالجدول بالجدول الفاضي. مثلاً بتاني سطر أول مربع هو أزرق، بيعد للتالت زهر، وآخر شي في الأصفر. ولنصعبها فينا نعطيه جدول أكبر أو نزيد عدد النقط. كمان بدنا نطلب من الولد يمشي خط خط، أصفر، أزرق، زهر، بعد مرة زهر، وآخر شي أزرق. وهيك بنكون خلصنا هيدا النشاط. للنشاط الثالث نحن بحاجة لورقة مرسوم عليها كذا نقطة، ورقة تانية عليها اتجاهات. بدنا نحدد نقطة البداية ونقطة النهاية، نطلب من الولد هو وعم بيتبع الأسهم يجمع كل نقطتين سوا، هو عم بيتبع الاتجاهات المضبوطة. مثلا أول سهم لفوق، على اليمين، لتحت، يمين، يمين، لفوق. أكيد إذا كان السهم لورا بيكون أصعب للولد. وإذا بعد بدنا نصعب فينا نحط خط مائل. ولنتأكد إنه الولد مشي صح منشوف إذا وصل على الهدف اللي حددناه. وهلأ من بعد ما شفنا هالأنشطة يلي بتطور التحديد المكاني صار دوركم.